من ضمن الاسئله بخصوص وظيفه السيلز، انا ما عنديش ياما رحميني لو جاي اقنع العميل او اتكلم معاه ومعرفتش اقنعه ممكن اعيط من الاحراج. الحقيقه ده طبيعي جدا ان الناس الخجوله او اللي عندها مشاكل في مهارات التواصل انها تعاني قدر شويه من بعض الاحراج وهي بتتعامل في مهنه السيلز، لانه مش بيكون عنده القدره ان هو يتكلم معاه او يعبر او ان هو يقول الدنيا ماشيه ازاي. علشان كده لازم هنا تعرف بانه ده من الحاجات اللي لازم ترعيها، انك ده طبيعي جدا ان لو انت محرج او بتخاف، لكن مع الوقت انت هتكتسب قوه وتعرف تتكلم وتعرف تتعامل وتعرف تقول هنا وتعرف تقول هنا، فطبيعي جدا. نصيحتي ليك ابدا في اي وظيفه كول سنتر او اي وظيفه فيها مهارات تواصل وبتتكلم كتير، وانزل اشتغل في السيلز، ولما تنزل ومره اتنين تلاته عودك هيشتد وهتعرف بعدها انك تتكلم وتتكلم العميل ازاي وتتواصل معاه، وده طبيعي. انت ممكن في الاول تحرج او تخاف، وانا كنت على فكره وانا بتعامل في السيلز في حياتي كنت في الاول كده واخاف وشي يحمر، لكن دلوقتي بعرف اتكلم ويا فندم و و وباب باخد ودي. فما تحكمش على نفسك من البدايه دلوقتي على المستوى البعيد، وربنا يوفقك ان شاء الله ويكرمك بكل خير.